لما هنيجي نستعرض عن البنك المركزي والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والسياسات النقدية، دايما بنفتكر ده واحنا بنراقب الفترة اللي فاتت حصل تراجع في سعر الدولار بشكل متسارع وما زال مستمر. ده إن أكد شيء بيؤكد على نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي المصري برئاسة السيد طارق عامر محافظ البنك، وبناء هذه السياسات على أسس اقتصادية سليمة. الهبوط ده للدولار أو معنى صح ارتفاع سعر الجنيه خلى الجنيه المصري يصنف كأقوى العملات أداء في 2019. وكالة بلومبيرج صنفت أدوات الدين المصرية من أذون وسندات على أنها الأفضل في العالم في الوقت الحالي. انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه بهذا المعدل السريع جه بعد ضخ الأجانب لاستثمارات كبيرة في الأذون والسندات المصرية خلال العام الحالي. بما أن قروض مصر خارجية تقترب من 100 مليار دولار، فكل جنيه انخفاض في سعر الدولار هيقلل تكلفة القروض وأقساطها بالعملة المحلية حوالي 100 مليار جنيه. وإذا تأكدت المؤسسات المالية والصناديق الدولية بأن اتجاه النزول الدولار مستمر، هتزيد في استثماراتها في مصر في الوقت الحالي. كمان مش عاوزين ننسى على الجانب الآخر، البنك المركزي المصري بقيادة السيد طارق عامر أطلق العديد من المبادرات لتنشيط الاقتصاد، منها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة، مبادرة التمويل العقاري، العديد من المبادرات اللي هدفها تعويم الشركات المتعثرة في قطاعات الصناعية والسياحية والتجارية وغيرها. للحقيقة وللتاريخ، سياسات البنك المركزي في فترة رئاسة السيد طارق عامر للبنك خلقت ثبات واستقرار للسياسات النقدية، أضافت قوة لمناخ الاستثمار في مصر، وده اللي بنتكلم عليه وده اللي احنا كنا بنحارب عليه من بداية برنامج إصلاح اقتصادي. وللأسف كنا بنهاجم ونتهم، ولكن احنا نعتقد النتائج الحمد لله بدأت تظهر شوية شوية. و نداء بقى للتجار بقى والأحمد الوكيل والناس دي من رئيس اتحاد التجار بقى والناس الأباطرة، ارحموا الشعب المصري شوية. يعني الدولار نازل جنيه، هو ده انتوا زمان لما كنتوا الدولار بيترفع 10 ساق وترفعوا حاجتكم 50%، الدولار نزل جنيه. يعني يعني عيب عليكم، كفاية بقى، كفاية المليارات اللي عاملينها ومطلع هربينها برا، ويعني مش كده يعني نظرة شوية احتواء لهذا الشعب. مش ممكن المغالاة في الأسعار وهوامش الأرباح الغير طبيعي، وده هنفتح له حلقة كاملة إن شاء الله بعد العيد بإذن الله. طيب ما ينفعش نتكلم عن الدولار واللي نزل وجهود البنك المركزي وما نتكلمش عن حاجة اسمها مناخ الاستثمار. ده اللي كنا بننادي بيه وقلناه الأسبوع اللي فات هنا في البرنامج والأسبوع اللي قبله. مناخ الاستثمار أهم من التشريعات الاستثمار والقوانين. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد الاسبوع الحالي اكثر من اجتماع، منها اجتماع مع رئيس الوزراء وبعض الوزراء، وكلها حوالين مناخ الاستثمار في مصر. دي نقطه مهمه جدا الفتره اللي جايه بعد ما مصر قطعت شوط طويل في عمليه الاصلاح الاقتصادي، وقامت كمان بسن قوانين جديده لجذب الاستثمارات. لكن للاسف لسه ترتيب مصر متاخر في مناخ الاستثمار طبقا للترتيب اللي بيعمله صندوق النقد والبنك الدوليين. زي ما قلنا قبل كده وبنكرر، المشكلة دايما في جيش الموظفين والبيروقراطية والتأخير في اتخاذ القرار في أمور اقتصادية تسبب تعطيل عجلة العمل وبتقلل الثقة في مناخ الاستثمار في مصر. يعني بتلاقي قيادات بتشتغل وفق رؤية الرئيس، والقيادات الوسطى واللي تحتهم بيروحوا مشغلين بيعطلوا الدنيا في كل الهيئات. الخطورة ان الهيئات لها علاقة بالاستثمار، سوق المال بقى هنا نماذج كتيرة يعني اتكلمنا فيها الاسبوع اللي فات واللي قبل اللي فات. لازم نبقى في رؤية شاملة لنسف هذا الروتين ورسف والقضاء على الثغرات الموجودة في القرارات اللي هي بتتيح لصغار الموظفين لخلق جو من التشاؤم، سواء عن قصد وهو فساد او عن غير قصد وهو جهل. لازم تقليل جرائم تسييس الشركات والتراخيص والمستثمر، حتى بعد كده لما يجي يتعامل مع يعني في اعتماد ورق، اعتماد جمعيات عموميه، تداول في البورصه، مش عارف، يعني يكون في نوع من المرونه شويه. لدينا شفنا احكام قضائيه مباشره، القضاء المصري مباشره بيوجه رساله الى هيئه الرقابه الماليه بيقول لهم يعني كده ما يصحش،
كده غلط. اللي بتعملوه ده ما ينفعش، ده اسمه ابتزاز. القاضي اللي بيقول كده، القاضي اللي بيقول كده ده اسمه تعنت وتصيد. ده القاضي بيقول كده، رسالته لهيئة الرقابة المالية اللي هي المفروض مسؤولة عن أخطر وأهم جزئية اقتصادية في مصر، وهي سوق المال والبورصة اللي هي ملاية الاقتصاد، اللي هي أي حد من بره عايز يجي يدفع فلوس مصر يبص الأول البورصة شغالة إزاي ويخش يجرب في البورصة قبل ما يجي يتورط ويبني مصنع. يرحمكم الله، البلد دي محتاجة بجد، محتاجة حد يعني يقف يقف يقف، يبقى قاري رؤية الريس كده وهو عاوز يعمل ايه وبيعمل ايه وبيسعى وبيتعى وبيروح ويحول ده يترجمها لحاجات على ارض الواقع. مش ممكن احنا عاملين شيء مذهل، عاملين مشروعات عملاقة، عاملين برنامج اقتصادي مرعب، لكن بيجوا شوية موظفين ورؤساء هيئات يعطلوه ويدمروه بهذا الشكل. ارجو من اجهزتنا الرقابية تاخد بالها من الكلام ده، وهي لازم تتدخل في الكلام ده، ده غلط.